عاملين مجلس تأسيس وخاسرين عليهم 140 مليار. هاني محرزية قلت لكم ثرواتكم ما هيش مضمونة، ما هوش ما ثمش شفافية في الدستور. الملح مسروق 9000 مليار، الثروات المنهوبة، وقال لك ما ثمش قانون باش يحميهم، ما ثمش شفافية. وثبتوا في إصرار في المجلس التأسيسي وكيفاش برفتوهم، وهذا من نواب ما عندوش حتى مستشار في القانون وما عندوش حتى شيء. يعني باش تشوفوا قداش التونسي بيه، فهمتني؟ وهذا سكروا عليه، يعني ولت حاجة مستحيلة مستحيلة. يعني انتم نواب الشعب وقوانين تقول لك اذا كان فتنا هالفصل هذا ما عدناش نرجعوا فيه، لا وفي الحديث خلي البيار نتاع البترول تاخذه اوروبا، وخلي الملح على قلوبكم تاخذه اوروبا، والثورة البحرية تاخذه اوروبا، وفهمتوا تقعد الطحانة في النازلة بكلكم كلب كلب. ريت الدنيا والماشية باش تشوفوا لو كانوا وقفتوا شديتوا صحيح. محرزية تبول عليك عبيبها، فهمت ولا لا؟ محرزية ما ثماش هون صوتوا ما صوتوا، جاء انسان قال لك يلزم تكون الشفافية في ابار بترول ما عاطينها بليش، في ثرواتنا منهوبة من وقت الاستعمار، في ثروات بلادنا وين ماشية، قال لك ثم قانون نحن ما نطلبوش، لا نشوفوا لي كونترا سينيي، لا نشوفوا باش ناخذوا في فلوسنا وترجع بلادنا. فهمتني كذا وانت هاك تصرف. فهمتني وتصرف والله العظيم بعد 3 سنين نضحك من قلبي بصراحة، فهمتني نضحك على الشعب، فهمتني كيف فيران قالوا التالي توي يسكر، فهمت الدنيا وين؟ ما عندكمش لمين الموجود ثرواتكم بصراحة جملة كما كذا. حتى دبوس الغاز كلف لك ب 12000 تسكر هردام وتمشي ترقد. وتمشي ترقد على خاطر فوزات اون بوبولاسيون ديني، تمشوا تقلبوه هذاك المجلس التأسيسي، فهمتني؟ والنواب اللي قال لك نحن فهمتني ما صححوش، تكسروا لهم خلايقهم. نواب شعب هذا، هذا من نواب نهب مش نواب شعب. نواب نهب، تعرف شنو النواب بتاع نهب؟ على خاطر عندهم يعرفوا شكون اللي مكلفينهم من الروس الكبار اللي هم السراق، اللي هم السراق هذاك. علاش ما تقدوش وقت انت مخول انسان؟ وقلنا 247 بشر يسرقوا فيكم في 140 مليار 150 مليار وصلتوه، وزيد باش قرروا اللي ثروات بلادكم ما عادش ونيفو، قال لك ما عادش باش تحطوا في الموضوع، خلاص سكر هالباب جمله واحده. وانت لمبادوزه منيك، زيد نقول لكم بصراحه باش تشدوا لمبادوزه وتحل الكشخ تقدكه، نقولها لك بصراحه بصراحه، البلايص نتاع الترافيك نتاع الدروغ ما ثماش ما ثماش. التوانسة الموجودين في فرنسا في هولندا في بلجيكا في السمافل وتا كل واحد شاد بلاصته في السرقة، مستحيل مستحيل. ثم فاغ او دوتر فاغ نتاع لي زيدونتيتير، هذا من رشت راديكال، هذا من الناس نتاع اليمين، قال لك فهمت العرب دور، فهمت ولا؟ هذه معلومات نعرفها وما نحبش نقول لكم عليها. انا بدو يشدوا في باريس في الطحانه، فهمت في سوكي ابيل لاين. نرجع لتونس، تاكل خراك بالمغرفة، تاكله بالمغرفة يا جيفة، تعرف شنية؟ إذا كان ثرواتك ثروات بلادك وخرج لي كلوشار عامل لي عراقية على راسه وتقول لك حماية الثورة حماية زبور أمك القحبة، وطحانة 95% نعرفكم مبنى ونعيركم وكمل نسبكم مبنى، طحانة طفارة زوملة، وثروات بلادكم في تونس متاع القحاب على قحاب، انت قحبة انت قحبة، انتم رجال. جيب لي واحد عامل 5 خواتم فيدو ويقول لي فلان حماية الغنوشي، تينيكم واليكم القحبة الكل، تحانة تحانة يا جلال بريكي زبزب عليكم عنده الحق، تيو ثروات بلادكم خيانة، تينيكم واليكم، انا عندي انا بعيد عليكم، مي تحانة على البلاصه. وتقعد دار تطبب في سروالك وتعطي في ترمتك، وكيما صار لهم في بلدان فهمني يعرض مرته باش ينيكوها وباش يلقى باش يتعشى، وهذا اللي باش يصير ليكم منهوبين على خاطر انتم طحانة وسقاط وما كمش رجال، وما يهمنيش في بلادكم، اوكي؟ ما كمش رجال. البترول موجود في بلادكم وانتم تشروا فيه من الجزائر، الغاز موجود في بلادكم وانتم تشروا فيه باش تشعلوا الضوء،
وهذا كله علاش؟ على خاطر الطحين والتعريس نتاعكم والوبنه نتاعكم فاتت 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 فاتت، خلت الانسان واللي تفوه بكلام بذيء بذيء، مثقفينكم يروحوا ينايكم، ارجاكم كعبهم لولا لحق للسك. باش راجل باش راجل، مش التأسيس تقلبوه هذاك تقلعوه حجرة حجرة، لا تكسروه حجرة حجرة، تولي فهمتي ولي كاريير. قال لك ما ثماش، ما صادقوش، نحن على القانون هذا باش يحمي الثروات وباش يشوف لي كونترا سيني، على خاطر فيها الاف المليارات، الضربة فيها سابوتاج. كيفاش هذا بارلومونتير معطوشو انسان باش كونسيي فهمتني جوريديك؟ علاش لا؟ علاء وهذا ويأسس فاش في زبور جديه القحبه؟ فاش يأسس لي دينامو؟ فاش يأسس؟ ولكن ما نتكلمش على الطحان الموجودين فهمتي، والناس اللي ما قادتش في التأسيس، لا، على الشعب الزامل ونعايركم وتخروا لي فيه، على الشعب. ونحيي جلال بريك، فهمكم من الاول، انا قدرتكم 3 سنين، فهمكم من الاول، ولكن لقاكم قحاب، برجاكم بنساكم، لقاكم قحاب. جلال بريك هذاك والله يطلع ارجل منكم، وقت اللي هو فاهمكم ويعرف داكم يلقاكم مبنى وزوملة وما تقدوش. اللي يلبس الكسوة نتاع الحاكم ولو مازال حتى يقرا في بير بورقبة يجي يخنق الرجال ويقول له حتى فهمتي كذا وعامل فيها بطل، ولكن مازال ليكم يا ولاد القحاب، مازال ليكم جماعة هذوما نتاع الشريعة هذوما باش يصيدوكم كالفيران، طحان طحان فوق وفي الليل، باش ينيكوكم الجيش والشرطة والحرس، وباش يحلولكم البولونات نتاع التران، وباش يعملوكم سامر وزيت في الطرقات، ومازال تدخل بيوتكم، واللي عنده فلوس باش يمشوا له يشدوه يحطوه فهمتي في صندوق حتى يخلص. هذه كل دو تيغوريزم، ولكن انتم وقت ثروات بلادكم وساكتين عليها، وما تمشوش تخنقوا محرزية وتخنقوا بن جعفر وتقلعوه فهمتي قرطاج هذاك تقلعوه فهمتي حجرة حجرة، باش ترجع يكون قانون موجود فيه ثروات البلاد يلزم لولاد بلادها، يعني ناكوكم بصراحة، بعصوكم بعصا قحبة. وانتم وقت اللي انا نقول لكم ثم فيديوهات يقولوا راهي النهضة ماخذة 1000 مليار، يعطيك 1000 نم على زب ورمك القحبة، مليار هذا كله خفي بالكم، هم خذر يتحدث ونتعدوا للحريات، حرية زب ورمك القحبة عطيها لي انت الحرية، انا خالق حر، روح نايك تشيل الحريات، الحريات جايني في 2014 وتحدث على الحرية باش نحي لي انت الحرية، تنقنص دين امك، انا تتحانى دين امك في البلاد تحانى، بالحرامكم رجال باش تجي اليوم 2014 باش تبرقي بعتها انا حرية وانا خالق حر باش تنحيها لي انت، تجيبوك هاو انا كوه ما اتمدزوا فيه موس اخرى له فيه شدوا من تالي، اوكي تنولوا كل زنديان باك اللي فلاش هذاك لا يحس ولا عمار ولا صالح، ايش العباد هذي ايش الطحين عندكم يا ولدي؟ بالله كان سمعت الفيديو هذا افهم روحك اللي انت ما قديتش، صفر صفر ثروات بلادكم منهوب وتخروا له فيه، ومليارات باش تاخذها النهضه، وزيد عرضوا لهم وقحابكم زيدوا صدروها هذيك الجنوب تونس هونهم 22 الفين بشر الامريكان توفتوا لهم بالنكاح، بعثوا لهم القحاب نتاعكم وتو تصوروا الفلوس، البقيه ما ثماش، البقيه كان ترمتك باش تعطيها تو ما ثماش. بلادك غنيه وانت قالوك في المجلس التأسيسي نتاعكم قالك لا ما ثماش ضمانات، ما نعملوش قوانين جديده باش ترجع لنا فلوسنا، ايش نعمل لك انا وانت ساكت؟ يروح نايك اوكي.